أهلا بحضراتكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج المرأة والمجتمع. برنامجنا يهتم بالشأن الأفريقي والعربي ويطرح أهم القضايا التي تتعلق بالأسرة وخاصة المرأة والطفل والشباب، وكذلك كافة مجالات الحياة منها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. موضوع حلقتنا اليوم أن الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، والحيكلمنا عنها هاتفيا سعادة المستشار أشرف أبو الوفا المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. أهلا بحضرتك سعادة المستشار، نورت الاستديو. أهلا وسهلا فندم بالسادة المشاهدين وبحضرتك وكل المشاهدين. سعادة المستشار، حابين نتعرف على حضرتك أولا ومن ثم ندخل لمحورنا. أنا أشرف أبو الوفا عبد الرحمن أبو عيسى المحامي بالنقد والدستورية والإدارية العليا، وأيضا خبير العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك سعادة المستشار. في البداية سعادة المستشار، يعني إحنا عايزينك تكلمنا عن أهم القوانين المتعلقة خاصة بالأسرة، قوانين الأحوال الشخصية الجديدة وحماية الأسرة. حضرتك، هو طبعا يعني موضوع هام جدا، وخاصة وإنه قوانين الأحوال الشخصية بتحتاج دايما إلى تطوير، وبتحتاج إلى تعديل وإضافة في ظل المتغيرات اللي بتحدث في كل فترة زمنية. على مستوى القوانين أو قوانين الأحوال الشخصية، طبعا مصر كانت لديها زخم تشريعي في مسائل الأحوال الشخصية، بداية من قانون المحاكم الشرعية، ثم القانون الأحوال الشخصية المسمى بالقانون رقم 25 لسنة 29، وده تم تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 85، ثم تعديلات أخرى وردت على مسائل أو بعض مسائل الأحوال الشخصية زي القانون رقم 1 لسنة 2000، وده كان بينظم بعض أوضاع التقاضي كنوع من المساهمة في حل بعض الأزمات اللي بتحدث أمام المحاكم، اللي احنا بنسميه يعني قانون محكمة الأسرة. ثم صدرت عدة قرارات وزارية يعني بشأن تعديل بعض الأوضاع والاختصاصات في مسائل الأحوال الشخصية، مثل إضافة دور مكاتب التسوية في أو تسوية المنازعات الأسرية على مستوى الجمهورية، إلى أن وصلنا إلى ثم طبعا القانون الأشهر وهو قانون الخلع بالنسبة للأسرة المصرية، للمعاناة الشديدة التي كانت تعانيها المرأة أمام المحاكم في مسألة الحصول على الطلاق في حالة استحكام النفور واستحالة العشرة بين الزوجين. وطبعا كان عندنا نوع من يعني كان هذا الموضوع تناولته عدة أفلام سينمائية وخلافه، ووضحت فيه مأساة المرأة في الحصول على الطلاق من المحاكم، واللي كانت بتستمر فترات طويلة أكثر من 5 سنين تقريبا، ما بين الشد والجذب ما بينها وبين الخصم، وإلى أن صدر قانون الخلع. وده أنا شايفه من أهم التعديلات الجذرية اللي حصلت في مسائل الأحوال الشخصية، والتي أدت إلى إنهاء العلاقة الزوجية بصورة يعني مرضية لكل الأطراف. طبعا إحنا بصدد الآن في مبادرة رئاسية من السيد رئيس الجمهورية، بعد انتشار حالات الطلاق المتعددة، يعني احنا عايز اقول لحضرتك في حالتين او حالة طلاق بتحدث كل دقيقتين في مصر، ودي مسألة ظاهرة يعني لابد ان يكون فيها نوع من التوقف والرصد والحل الجذري لهذه المشكلة، لانه ده بيمثل تهديد مش للأسرة فقط، وانما ايضا بينعكس على الابناء والمستقبل وجيل الجيل الجديد. وطيب هل القوانين المتعاقبة دي حلت المشكلة، ولا كان الأمر يستدعي أن يكون هناك
قوانين جديده تسد الثغرات الموجوده في القوانين المتعاقبه. الجديد في هذا الامر واللي طرحه سياده الرئيس وهو موضوع انه هذا القانون او هذا الطرح اوكل به الى الحوار المجتمعي، الهيئات، النقابات، المجلس القومي للمراه، المتخصصين في هذا الشان. وده يعني شيء جديد جدا، لانه المشكله لها زي ما انت عارفه حضرتك لها وجهين، وجه مع الزوج وجه مع الزوجه، وفي في النص الابناء، وكان لابد ان كل شخص يعرض وجهه نظره. ده القانون الجديد ان شاء الله اللي باذن الله يعني مطروح للحوار المجتمعي. طيب سعادة المستشار، يعني عايزين برضو نعرف هل في القوانين الجديدة هل في قانون مرتبط بالعنف الأسري والاعتداء على الزوجة؟ هو حضرتك بالنسبة للعنف الأسري والاعتداء على الزوجة، يعني اسمحي لي حضرتك أقول أنه أولا كقانون مستقل يعني حاليا برضو في الدورة التشريعية الجديدة بإذن الله في قانون مستقل تقدمت به إحدى النائبات المحترمات، وأنا قريت مشروع القانون بأمانة، مشروع قانون جيد جدا يعني يلخص مسألة العنف الأسري وتعرض المرأة للعنف الأسري وكذلك الأطفال كقانون مستقل بهذا الموضوع. ودي كانت سابقة، لأنه القانون المصري برغم أنه فيه في التشريعات الأخرى زي القانون السوداني، القانون اللبناني، في قوانين مستقلة بتتعرض للعنف الأسري، لكن إحنا كنا معتمدين وما زلنا حتى الآن، لأنه القانون لم يصدر بعد، على أنه في مجموعة نصوص قانونية موجودة، في زي مثلا نصوص موجودة في قانون العقوبات، وأيضا في نصوص موجودة في قانون الطفل خاصة بالعنف الأسري، ولكن لا يوجد قانون مستقل بهذه المسألة. ولكن إن شاء الله في الدورة التشريعية الجديدة سيكون هذا القانون اللي احنا يعني بنرشح إنه ينال إعجاب ويعيد الأمور إلى نصابها في مسائل كثيرة استجدت على الساحة وعلى المجتمع المصري إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب سعادة المستشار، يعني برضو عايزين نعرف متى تكون القضية جنائية أو جنها؟ هو حضرتك احنا عندنا نظام التقاضي في القانون المصري يعني بيبدأ بمرحلة المخالفات ثم الجنح ثم الجنايات، ونظام التقاضي على مرحلتين حتى الآن. نقدر نقول المخالفات يعني هي الأشياء البسيطة اللي بتكون عقوبتها دايما الغرامات، وبالتالي احنا يبقى قدامنا نوعين من القضايا اللي هي الجنح والجنايات. والجنح اللي هي تصل درجة العقوبة فيها إلى أكثر من 3 سنوات أو 3 سنوات، لكن الجنايات اللي هي بتصل فيها العقوبة إلى درجة الأشغال الشاقة أو الإعدام أو خلافه، ودي حسب بترجع إلى حسب نوع الجريمة والوصف القانوني المؤسم للجريمة نفسها، وحسب أيضا التعدي على إذا كان أشخاص أو إلى المجتمع أو خلافه. أيوة أنا كنت جاية للسؤال دوت دلوقتي، إنه يعني عقوبة الضرب والتعدي على الأشخاص في قانون العقوبات. نعم، هو حضرتك بالنسبة للتعدي وبالضرب سواء كان الضرب البسيط أو الضرب المبرح أو المبرح، العقوبة فيه بتصل إلى يعني من 6 شهور او من 3 شهور الى 3 سنوات. عقوبة الضرب او الايذاء في تعريفها هي المساس بجسد الانسان بشكل يمس بالسلامة العامة للجسم، زي مثلا ولابد ان تكون هناك حتى ولو ما كانش في اذى على فكرة،
يعني المساس بسلامة الجسد، سواء كانت الأداة باليد أو باستعمال أداة. الأداة زي ما بيقولوا مثلا، زي ما يكون في مثلا عفوا في آلة حادة، في آلة رادة، في آلة صلبة، في مثلا كافة الأدوات اللي بتستخدم للإيذاء بتمثل نوع من الانعكاس على جسد الإنسان. يعني إذا كانت في أداة حادة بتؤدي إلى جروح، إذا كانت في أداة صلبة رادة بتؤدي إلى كدمات. برضو القانون المصري لم يستثني العقوبة في حالات المساس بالجسد باليد، اللي هو الضرب بالإيد باليد يعني. فدي كلها بتمثل نوع من أنواع التأثير الوارد بقانون العقوبات المصري، تقريبا المادة 42 وما بعدها، اللي هي ألو يؤدي إلى نوع من الإصابة به. وطبعا بتتطور العقوبة بتطور الإصابة إذا كانت بتؤدي إلى عاهة مستديمة أو خلافه، ودي بتصل إلى مرحلة الكناية. يعني إذا كانت هناك أو تمخض عن الضرب أو المساس بالجسم إصابة أدت إلى إعاقة أو عاهة مستديمة، هنا بتصل إلى العقوبة فيها إلى عقوبة الكناية، لأنها بتفقد أحد أعضاء الجسم نوع من أنواع الوظيفة الدائمة لي، زي العين، زي اليد، زي الرجل وخلافه. طيب سعادة المستشار، يعني مثلا في التعديلات الجديدة في قانون حماية الأسرة، تعقيب حضرتك أنت كمهامي وبتدافع عن حقوق، يعني تعقيب حضرتك على هذه القوانين؟ سؤال حضرتك مرة أخرى، هل أنت راضي عن هذا القانون التعديلات الجديدة؟ بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الجديدة، أيوة التعديلات الجديدة في قانون الأسرة. هو بص حضرتك، يعني زي ما احنا قلنا في البداية إنه قوانين الأحوال الشخصية هي يعني قوانين بتوضع لسد الثغرات في القوانين السابقة، ده من ناحية. من ناحية أخرى، ما يستجد من حالات قد يكون القانون القديم يعني لم يعاصرها، وبالتالي في مستجدات بتستدعي التعديل، ده من ناحية. الناحية أخرى إنه أثناء تطبيق القانون نفسه بتظهر على السطح نوع من الخلل، احنا بنسميه خلل تشريعي. يعني ايه خلل تشريعي؟ يعني مثلا حضرتك النهارده لما نقول انه مثلا على سبيل المثال مساله التضارب التشريعي ما بين حق الطاعه والخلع، تمام؟ دي مساله كان فيها مرت بمراحل كثيره على فكره، مساله الطاعه مثلا، ده دليل على انه لابد كان ان المشرع يتدخل لسد الثغرات وتعديل القوانين بما يتواءم مع المستجدات اللي بتحدث. يعني في البدايه كان موضوع الطاعه فيه اكراه بدني، وكانت الزوجه بتكره بدنيا حال الحكم للزوج بالطاعه له عليها، انها بتكره بدنيا. يعني تكره بدنيا يعني حضرتك لابد ان ينفذ عليها الحكم عن طريق الشرطه، وتؤخذ الى منزل الزوجيه المحكوم به في الطاعه قسرا وعنوه. وكان ده في نوع من عفوا يعني من الاذلال، او نوع من يعني التعدي على حق في الحريه وفي اتخاذ القرار. لما المجتمعات تطورت او تطورنا في انه هذا الموضوع لا يتناسب مع الفترات الحاليه، أصبح هناك أيضا تعديل في أحكام الطاعة، وأصبحت قاصرة على أنه في حالة صدور حكم للزوج على الزوجة وهي رفضت تنفيذ هذا الحكم، فإنه بيكون يعني العقوبة، أو بنقول الأثر مش بنقول العقوبة، المترتبة عليه هي إيقاف نفقة الزوجة لعدم الامتثال إلى تطبيق حكم الطاعة. طبعا مع ان المشرع اشترط شروط قاسيه
لتطبيق هذا الحكم في من حيث أمانة الزوج، من حيث أنها تأمن على نفسها نفسا ومالا، وأنه المسكن ما يكونش مشغول بسكن الآخرين، أنه ما يكون الزوج يعني أمين على المرأة، لا يتعدى عليها سواء بالسب أو بالقذف أو بالضرب أو بالإيذاء. كل هذه الأشياء كانت محل نظر حينما تطور المشرع أو أورد المشرع تعديل في هذه النصوص. طيب النهاردة كمان أضيف إلى هذا التعديل أن المرأة أصبحت لها الحق تماما في أن تنهي الحياة الزوجية بنفسها في حالة استحالة العشرة واستحكام النفور وعدم التوافق. كانت الأول بتلجأ للقضاء وتقعد زي ما احنا قلنا القضية سنة واثنين وخمس سنوات وشد وجذب وشهود، وعليها أن تثبت المرأة بكافة طرق الإثبات أنها متعرضة لضرر فعلي والزوج بينفي هذا الضرر. لا، النهاردة عندنا في القانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته بعد كده أعطى المشرع الحق للمرأة في أن تتقدم لأحد المحاكم، محاكم الأسرة، وأن تفتدي نفسها وتطلب الخلع أو التطليق خلعا. احنا بنسميه التطليق خلعا لأنه بيعتبر القاضي هو اللي بيقوم مقام الزوج في إيقاع الطلاق، بنسميه تطليق بلغة القانون يعني أو الأصح. طيب سعادة المستشار، عايزين نعرف الحقوق المترتبة على الخلع. تمام. هو بص حضرتك، عشان نتكلم عن الحقوق المترتبة على الخلع يبقى نقول حالتين. إيه الحقوق المترتبة على التطليق اللي هو الطلاق والخلع. خليني أكمل بس إنه حتى الزوجة في مسألة الخلع حينما تمثل أمام المحكمة لا تبدي أي أسباب للقاتل، هي فقط بتبدي سبب وحيد وهي تخشى ألا تقيم حدود الله. طب إيه المستفاد من العبارة دي تحديدا؟ خلي بال حضرتك إنه ده مستفاد كله مستمد من الشريعة الإسلامية الغراء ومن السنة، وإنه سيدة ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت أن تنهي العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، والرسول عليه الصلاة والسلام سألها هل يعني إيه؟ فقالت والله إني لا أعيب عليه لا مالا ولا دينا ولا خلقا، لكني أخشى ألا أقيم حدود الله. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني دي مسألة نفسية، ودي بتوري لحضرتك يعني تعظيم الشرائع للعلاقة الزوجية، وإنها لابد أن تكون فيها نوع من المودة والرحمة. فإذا فقدت هذه العاطفة كان للزوجة أن تطلب إنهاء الحياة الزوجية. ليه؟ لأنها تخشى ألا تقيم حدود الله. تمام. يعني أن تعطي الزوج حق وهي يعني راغبة فيه أو رغم عنها. طيب أرجع تاني لسؤال حضرتك، ايه الحقوق المترتبه على حالات الخلع؟ الخلع هي الزوجه بتفتدي نفسها. يعني ايه بتفتدي نفسها؟ هو في بدايه العلاقه الزوجيه بيقدم لها الزوج مهرا، ودي محل خلاف برضو انا يعني بتمنى ان القانون الجديد يتعرض ليها، اللي هي مساله المهر. لانها تبص حضرتك تلاقي في المهر المنصوص عليه في وثيقه الزواج 10 جنيه 100 جنيه، ده ليس هو المهر الحقيقي المدفوع بالفعل، وإنما احنا بنسميه مقدم صداقة. تمام. وبالتالي هي بترد هذا المقدم للزوج وتتنازل عن كافة حقوقها الشرعية. ايه بقى حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق؟ اللي هي نفقة المتعة ونفقة العدة. العدة هي المفروض انها تكون سنة من تاريخ الطلاق، ونفقة المتعة احنا بنسميها نوع من انواع التعويض للزوجة عن الفترة التي امضتها في وجودها مع الزوج، وطالما هي راغبة او هي التي طلبت الطلاق فهي بتتنازل عن هذين الحقين. لكن هل بتسترد حقوق اخرى بعد كده؟ نعم، اذا كانت هي حاضنة لها الحق في ان تقيم دعوة بعد الطلاق في احقيتها في الحضانة إذا كانت حاضنة الأطفال يعني، ثم لها الحق أيضا أن تتقاضى
أجر حضانة عن حضانة الصغار بجانب الحقوق الأخرى الخاصة بالأبناء. دي الحقوق المترتبة على الخلع. لكن الطلاق طبعا في حقوق أخرى كثيرة زي نفقة العدة بتكون يعني مستحقة ليها، نفقة المتعة بتكون مستحقة للزوجة أيضا، وده الفرق بين الطلاق والخلع. طيب سعادة المستشار، يعني في بعض المشاكل معروضة أمام المحاكم عن امتناع الآباء عن الإنفاق تجاه الأبناء، وحابين نعرف ما هي الواجبات تجاه أبنائهم. يعني دي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة عويصة ومشكلة بتهدد الأمن الأسري حقيقة، مش في مصر ولكن في كل الدول العربية تقريبا. لأنه يعني إحنا لو نظرنا إلى هذه المشكلة، هي لا تمثل مشكلة بالنسبة للزوجة ولكن بتمثل مشكلة بالنسبة للطرف آخر وهو الأبناء. من المتعارف عليه والمنصوص عليه قانونا أنه النفقة واجبة على الزوج اللي هو الأب شرعا من تاريخ العقد الصحيح، مش من تاريخ حتى الدخول، لا من تاريخ العقد. ولا يعني ذلك أو لا يدخل في هذا الموضوع إن كانت الزوجة لها مال مستقل أو لها دخل ثابت أو من أصحاب الأموال أو ثرية أو خلافه. دي مسألة بعيدة كل البعد، لكن المشكلة بتصور حينما تكون المرأة ليس لها أي دخل ويحدث الخلاف وتفرض نفقة على الزوج والزوج يمتنع. أنا بقول بيتهرب مش بيمتنع، بيتهرب عن أداء النفقة. تمام؟ في الواقع القوانين اللي اتكلمت عنها حضرتك السابقة كانت الزوجة بتنفذ على الزوج هذه النفقة عن طريق ما يسمى بدعوى الحبس. يعني لو ما دفعش متجمد النفقة اللي عليه بتصدر المحكمة حكم بحبسه لمدة شهر. طيب افترض ان هو اتحبس، لا تسقط النفقة برضه، لان النفقة قانونا لا تسقط الا بالاداء او الابراء. تمام؟ ثم استحدث بعد ذلك نص، يعني انا شايفه نوع من العلاج ولكن ليس العلاج النهائي، ولكن ساهم بعض الشيء، وهو انه تدخل، كان في صندوق سمي صندوق الاعباء الاسريه او خلافه، وهذا الصندوق يدار من خلال بنك ناصر الاجتماعي. بنك ناصر الاجتماعي بيساهم بانه يعطي للزوجه اذا تهرب الزوج من النفقه مبلغ، لكن مبلغ زهيد، كان بيديلها 500 جنيه. يعني هي لو محكوم لها ب 3000 جنيه برضه ما بتحصلش غير ال 500 جنيه. والباقي يتجمد. ده اللي ان شاء الله هيكون فيه حل في القانون الجديد، هيبقى فيه صندوق لرعايه الاسره، هيبقى فيه ايضا وثيقه زواج منصوص عليها ما قبل الزواج، في انه لابد ان يكون في مبلغ مدفوع لتامين الحياه الاسريه، لانه اهم شيء ان انا امن الاسره ماديا. حتى لو حدث خلاف بين الزوج والزوجه، ما ذنب الابناء؟ النهارده الابن محتاج لغذاء وكساء، ودي مفردات النفقه، الغذاء، المأكل والمسلق والملبس والمشرب والسكن. دول لابد ان يؤمنوا لكي يعني لا يحتاج الطفل الى ان هو عفوا يتسول، او ام او والدته تتسول لكي تنفق على ابنائها والاب موجود. تفضل. طيب سعادة المستشار، حابين برضو ايضا نعرف عن التكلفة المادية، هل يجب التقدم للقرار دون استعانة بالمحام؟ والله هو حضرتك برضو انت بتكلمي عن موضوع ال 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 مسألة تقدم الزوجة يعني للمحكمة والتكلفة. أيوة. لا هو حضرتك يعني بصي، هو حاليا القانون بداية من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يشترط أن يكون هناك محامي موقع على صحيفة الدعوة، وده نوع من التيسير على المرأة. يعني إذا كانت السيدة حادثة خلاف لها الحق انها
تتقدم إلى مكتب أحد مكاتب يعني تسوية المنازعات الأسرية في أي محكمة وبتعرض مشكلتها، والخبراء الاجتماعيين والنفسيين بيقيدوا هذا الطلب وبيثبتوا فيه طلباتها، وبعد فترة إذا لم يستجيب الزوج لمكتب التسوية مكتب التسوية بيعلنه، لها الحق أن تقيم دعواها بنفسها أمام المحكمة المختصة بدون توقيع محامي. ولكن أنا بقول إنه دايما المحامي يعني يستطيع أن يدير الأمور أحسن أو أفضل من صاحب الشأن نفسه، لأنه متخصص يعني هو المتخصص في هذا الموضوع. فالتكلفة إذا كانت الزوجة ليس لديها يعني مقدرة مالية. شكرا جزيلا سعادة المستشار على هذا اللقاء الشيق، نتمنى أن تكون معنا في حلقة تانية إن شاء الله بإذن الله. ومشاهدينا يعني الاستشارات مجانيا على صفحة البرنامج وعلى صفحة سعادة المستشار أشرف أبو الوفا. شكرا جزيلا لك، وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. انتظرونا الأسبوع المقبل، موضوع جديد وضيف جديد. إلى اللقاء.